طيب، في تفاصيل أكتر وفي معلومات بالتأكيد كل المشاهدين والمتابعين عايزين يعرفوها، أخبار البعثة، أخبار الفريق. بكرة خلاص المباراة، باقي أقل من 24 ساعة، لذلك أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز أمير هشام موفد قناة الأهلي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي عشان نعرف منه الأجواء والأخبار وآخر الترتيبات لهذه المباراة، خاصة كمان بعد لحظات قليلة هيكون في مؤتمر صحفي لبيتس موسيماني ومعاه كابتن الفريق محمد الشناوي حارس المرمى. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. كنت أتمنى يعني الوقت يتأخر شوية تكون في الاستاد نفسه، استاد المدينة التعليمية، لكن أنا عارف لسه في ارتباطات ولسه في توقيتات تحرك البعثة، زيارة ملعب المران، التمرين النهاردة على الملعب الفرعي. قول لي بقى كل الأجواء والتفاصيل ومواعيد التحرك لكل هذه الإجراءات النهاردة على مدار اليوم في مقر إقامة البعثة. خليني اقول لك يا محمد ان المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني بيجرى في هذه اللحظات بالفعل، يعني هم على وشك الوصول خلاص لملعب المدينه التعليميه اللي هيستضيف هذه المباراه. مش مسموح لاي كاميرا خالص ان هي تسجل او تصور المؤتمر ده، لان هو حصري فقط للفيفا، وهيكون مؤتمر اونلاين بطريقه افتراضيه ما بين مستر بيتسو موسيماني، هيبقى قدامه كاميرا بس هي بيتكلم معاها من خلال الاسئله بتوجه له اونلاين من خلال بعض الصحفيين في مختلف الدول، وكذلك بعديه هيكون محمد الشناوي. لكن في نفس الوقت وصل كمان مع مستر بيتسو موسيماني الجهاز الفني بالكامل عشان يعني يعينوا ارضيه الملعب ويشوفوا الاجواء في استاد المدينه التعليميه. فبالتالي خلاص اعتقد لحظات بالتحديد، لانهم مشيوا بالظبط قبل دلوقتي بحوالي 40 دقيقه، فاعتقد ان خلاص المؤتمر بيبتدي في هذه اللحظات. وتصريحات اكيد هتكون مهمه لمستر بيتسو موسيماني وكمان لكابتن الفريق كابتن محمد الشناوي. لكن بخلاف كده وعلى مدار اليوم النهارده كان في احداث كتير جدا في الحقيقه، وهي كلها غايه في الاهميه، بدايه من المسحه اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا لكل افراد البعثه، وهي كانت المسحه الرئيسيه واللي كانت تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم، واللي هي بتكون قبل ساعات من اول مباراه باذن الله بكره للنادي الاهلي. النهارده كمان كان في الاجتماع الفني، والاجتماع الفني كان من خلال الفيديو كونفرنس، وحضروا طبعا مسؤولي النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي طبعا، وايضا حضر كابتن سمير عدلي، كابتن سعيد عبد الحفيظ، الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، يعني كل الاداريين اللي يعني بيتعلقوا بالنادي الاهلي والجهاز الفني تحديدا. وكان في كلام كتير خلال الاجتماع الفني ده، استمر حوالي ساعه او ساعه وعشر دقائق تحديدا، وتم الاستقرار فيه على عدد من الامور، طبعا ابرزها اكيد كلنا عرفنا خلاص الاهلي هيلبس الزي الثاني، التيشيرت الرمادي في اسود والشورت الاسود والجورب الاسود، في المقابل الدحيل هيلبس احمر فاحمر فاحمر، وده الزي الاساسي بتاعه لان هو الفريق A او فريق صاحب الملعب، والاهلي الفريق الضيف. كمان تم من خلال الاجتماع الفني تحديد الاماكن المخصصه لكل فريق، سواء غرف الملابس بتاعت الاهلي هتكون على يمين المقصوره، وكذلك دكة فريق النادي الأهلي هتكون على يمين المقصورة، الناحية الثانية هيكون طبعا فريق الدحيل. طبعا تم الاستقرار كمان على مواعيد الوصول للملعب، الأهلي هيوصل بإذن الله تعالى قبل ساعة ونصف تحديدا من انطلاق المباراة، كمان موعد الظهور خلال أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة بكام دقيقة، الممر الخاص بالوصول لأرضية الملعب، يعني كلها تفاصيل مهمة جدا تم الاستقرار عليها في الاجتماع الفني. وفي الحقيقه الاتحاد الدولي بيهتم بكل كبيره وصغيره، حتى فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه في الظروف الحاليه اللي احنا فيها وفي الملعب الامور هتبقى ماشيه ازاي. مش مسموح لاي واحد مش بيجري عمليات الاحماء من لاعبي الفرقتين او مش بيشارك في المباراه ان هم ما يرتديش الكمامه، اي واحد قاعد على الدكه لازم يبقى لابس الكمامه، ده امر يعني تم التنبيه عليه بشكل كبير جدا، يعني كانت حاجات كلها طبيعيه وبتحصل دايما في الاجتماعات الفنيه، وتم الاستقرار على كل هذه النقاط بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اقول لك كمان ان بعد المؤتمر الصحفي مباشره ان شاء الله هيكون في مران النادي الاهلي الاخير، واللي هيتم من خلاله الاستعداد النهائي والاستقرار على كل شيء يتعلق بالنادي الاهلي في مباراه الغد.
الاستعداد باذن الله تعالى. يا رب يا رب يا محمد الاهلي يكون موفق بكره. الاعصاب مشدوده شويه بصراحه، احنا كافراد يعني موجودين هنا في البعثه، لكن اللاعبين يعني عندهم صحي كبير جدا كويس. وعارفين مدى المسؤوليه. بالظبط بالظبط، وعارفين مدى المسؤوليه اللي عليهم في الحقيقه لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يعملوا لنا حاجه كويسه بكره باذن الله تعالى. طيب السؤال بقى اللي الناس كلها انا عارف بتتفرج ومستنيه تسمعه عشان تطمن منك انت ومن اجابتك على هذا الموضوع، لان الناس قلقانه من امبارح طبعا اول ما عرفت اصابه بدر بانون. طمنا على حالته، وانا عارف من امبارح لغايه النهارده الصبح دكتور احمد ابو عبله كان موجود دايما في الغرفه مع اللاعب عشان بعض الجلسات والكلام ده كله، وامبارح الناس شافت صور للاعب وهو داخل فندق الاقامه بعد المران. النهارده بقى واكيد في اشعه اجريت اخبار بدر، والناس كلها عايزه تطمن منك يا امير. طيب خلينا اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله نجمنا بدر بنون، احد ابرز اللاعبي للنادي الاهلي في خط الدفاع. في الحقيقه احكي لك كواليس وتفاصيل، وده بيهم جدا الجمهور في الحقيقه محمد. امبارح الاصابه كانت مع نهايه المران، يعني قبل دقائق من التقسيمه، قبل ربع ساعه التقسيمه على الملعب كله ما بين فرقتين. لا لا، كانت قبل خمس دقائق ست سبع دقائق بكتير، يعني مش اكتر من كده، لان بعديها مباشره مفيش، هم خمس دقائق وخلاص انهى مستر بيتسو موسيماني المران. خرج بدر بانون كان مش قادر يقف خالص على رجله، لان كانت كدمه قويه في الكاحل في الحقيقه، واحنا اول ما شفناها الاول وهله كده قلنا الموضوع صعب، لان الولد ما كانش قادر يقوم في الحقيقه. فبالتالي الدكتور احمد ابو عبله لف حوالين الكاحل، لف رجله وحط تلج، وبعد كده دخلوا الغرف الملابس الخاصه بملعب تدريبات النادي الاهلي. فضلنا متابعين الحاله الوضع ايه لحد ما خلص لاعبي النادي الاهلي وكلهم ابتدوا يخرجوا لاتوبيس الفريق. ابتدينا نطمن، وبدر بيمشي من غرف الملابس لاتوبيس الفريق اللي هيوصل الفرقه لمقر الاقامه. كانت الماشيه بتاعه بدر افضل بكتير من حالته هو اول ما هو خارج من النهارده. يعني الفندق كان في، ما انا جاي لك في الكلام اهو، وصلنا الفندق كان في متابعه لغايه الساعه 2 بالليل يا محمد لحاله بدر بنون، وجلسات من قبل كابتن او من قبل دكتور احمد ابو عبله. النهارده بقى والتفاصيل المهمه جدا، تواصلت مع الدكتور احمد ابو عبله واكد ليا في الحقيقه ان في تحسن كبير في حاله بدر بنون، في تحسن كبير ونسب لحاقه بالمباراه اكبر من نسب عدم لحاقه حتى الان. طيب سالته قلت له هل في الام في كاحل بدر بنون؟ حاسس بح، قال لي الام خفيفه قوي. عندنا جلسه تاني النهارده، ما اتعملش بالمناسبه اشعه السونار، ما اتعملتش بالنسبه للاعب، لان الدكتور احمد ابو عبله شاف ان احنا لحد اللحظه دي لحد اللحظه دي طبقا للدكتور كلام الدكتور احمد ابو عبله احنا مش محتاجين نعمل اشعه لان رجله ما ورمتش، وده كان اهم شيء ان الكاحل ما يورمش اطلاقا يا محمد، وده فعلا اللي حصل. الالام البسيطه دي بيتم التعامل معاها من خلال بعض الامور الخاصه بالطبيب بقى، هو ادرى بالجزئيه دي. على ما قبل بدايه المران هيبان بقى هل يقدر يشارك في التدريبات ولا لا، بس هو بشرني في الحقيقه قال لي بنسبه كبيره بنسبه كبيره ان شاء الله هيشارك في التدريبات، وده هيبقى امر مهم مهمة جدا في الحقيقة بالنسبة لبدر بنون ان هو يكون جاهز، وهنطمن الناس بالليل كمان برضو ان شاء الله يعني. تمام. أمير هشام موفد قناة الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وطمنا بالتأكيد على آخر الترتيبات وأيضا كمان أخبار بدر بنون في الساعات الأخيرة. هي يا جماعة الناس كانت قلقانة، لأن طبعا إصابة الكاحل تحديدا بتبقى من الإصابات الرخمة شوية، لكن طالما الجهاز الطبي شاف مش مفيش استدعاء لإجراء الأشعة، ده شيء إن شاء الله يدينا طمأنينة. النهاردة في المران هيكون في القرار النهائي، وبإذن الله سواء موجود بدر أو ياسر أو أيمن أو سعد سمير، كل اللعيبة إن شاء الله تكون على هبة الاستعداد، والأهلي عنده 23 راجل في كأس العالم للأندية عشان يأدوا أفضل ما لديهم في هذه البطولة لإسعاد الجماهير.